إذا نعود من جديد مشاهدينا لاستكمال ما تبقى من حصاد الليلة. طرح التصريح الأخير لوزير الداخلية الفرنسي والمكلف بشؤون الأديان عن اشتراط شهادة العلمانية للأئمة الجزائريين بفرنسا طرح عدة تساؤلات في أوساط الأئمة وممثلي الجالية بفرنسا. التفاصيل مع هشام شريف. في خرجة جديدة مثيرة من السلطات الفرنسية، بات احتواء ملف الأئمة الجزائريين في فرنسا معني بشهادة جامعية عن العلمانية، قرار تم التوصل إليه باتفاق مع وزارة شؤون الدينية والأوقاف برعاية محمد عيسى. وسارع وزير داخلية فرنسا لإذاعته: يوميا موائد مستديرة، يوميا كذلك لقاءات، يوميا حوارات مع مختلف الساسة الفرنسيين، وهم يتحدثون وهم كذلك يريدون أن يعرفون بالإسلام على الطريقة الفرنسية. فمن بين هذه النقاط هو مثل ما ذكرتم أن وزير الداخلية يريد أن يكون إسلام على مقاس فرنسا، وحتى الفرنسيين يقولون إسلام فرنسي وليس إسلام مستورد من دول عربية أو مغربية. لا صلاة ولا إمامة تقام في مساجد باريس إلا بشهادة علمانية، موضوع يطرح جدلا دينيا في أوساط أئمة الجزائر، خاصة وأن الاتفاقية لم يكشف عنها وعن مضمونها. إذا أجبر الإمام على أن يكون أو على أن يبرمج أو أن يسير ببرنامج علماني، فأعتقد أن هذا يحتاج إلى توضيح وفي نظر، ومن خلال معرفتنا بالأسباب والمسببات وما تعلق بالاتفاق أو بروتوكول الاتفاق من ذلك يكون لنا حديث آخر. لكن أن يكون الإمام علمانيا أو أن يأخذ شهادة في العلمانيين حتى يلتحق، أعتقد هذا موضوع محتاج إلى السيد معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن يبصرنا. قد يكون الهدف من الخطوة سرعة اندماج الأئمة في المجتمع الفرنسي أو تلقين الفرنسيين شريعة تتماشى مع القيم العلمانية، لكن القرار يحمل الكثير من الجدل، وهو ما ستكشف عنه قادم الأيام.